الزميلات الزملاء، بنات وأبناء شعبنا الأردني الأبي، حراس الأرض والإنسان في فلسطين الحبيبة، بنات وأبناء أمتنا العربية الواحدة، يهل علينا شهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء والفداء، ودخول المملكة مئويتها الجديدة. رغم الظروف التي تجتاح الوطن وباقي دول العالم وما تركته من مآسي وصعاب، إلا أن أملنا كبير بالله لتجاوز آثار هذه الأزمة، لنعود إلى ممارسة حياتنا الطبيعية. الرحمة لكل من فقدناهم جراء هذه الجائحة، والشفاء للمرضى، والرحمة للشهداء، شهداء الوطن وشهداء الأمة، والمجد كل المجد للأردن وطناً وقائداً وشعباً وجنداً وراية. رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير.